اي بيه كي هو فما خالق وجد هداني فسرني كيفاش شكون خلقها الاله باهي تبعني واسمعني ركز معايا في الكلام كان طبق المطخ هاد حياتك تقعد في الفلام خاطر كان تقعد تسال شكون خلق الخالق ولا حكايه لا نهايه وما تخرج منها كان خالق اكيد فما خالق باش بدايه ولا نهايه سينا روما فما شيء ما تخلقت حتى حكايه ولا سنين فما واحد وواحد ما قبلوا شيء كيفاش تحب الخالق الاحد قبلوا كل شيء يكفي عندك اجابه الحكايه لقيت لها حل علاش تروج في تفسير الحل ونقبل تقبل اي باهي كي هو موجود باهي وفماش شكون اللي خربه يقول لي شكون هو ساعه اسكو هو عبد كيفنا ولا حاجه اخرى ما نعرفش انا فسر لي شنو كل مره مره على واحد المرض قريب يموت قبل الموت كان يتكلم وسكت على فات الفوت اي بهتني كان تصير بشي اجرار وعلاش بهت ما هي خرجت من الروح وقلب وسكت كان تحكي لي على الروح سوليك بالي كيف انت روح روح ما تتراش بطبيعتها كان الروح المخلوق مش متكونه ما عرفتوش كيفاش نوصف لك الخالق وانا بعيني ما ريتوش كي ما ريتوش كيفاش حاس بي اليوم موجود اي سو شبيك تعرف فيا سامحني يا كازا على الكف خاطر فيها الريبونس تعرف علاش وكيفاش كنت مثل سا بريزونس اكيد الكف وجعك هذا احساس كبير بين بشطر الاحساس ورجع اللي فيه هذه اجابه تقريبيه لسؤال كيفاش نشوفون حسوا اللي فما اله وصعيب باش نروون نسوه إجابة ثقيلة حكايات كي هو فما إله علاش ثلاثة ديانات كل حاجة عندها بداية أكيد عندها نهاية علاش الجنة والنار توجدوا العمالة نهاية كان ربك يكره الظلم علاش يخلق الشر علاش يخلي في العبادة تفتن من غير مبرر